بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. غادي نكملوا إن شاء الله السلسلة ديال التلاخيص ديال لي شابيتخ ديال رواية لو ديغني جور دان كونداني، وغادي نديروا إن شاء الله لو ريزومي دي شابيتخ من 17 حتى لو شابيتخ 20. نبدأ على بركة الله. شابيتخ 17 il pense encore à s'évader، يعني كيفكر هاد السجين في الهروب. Il s'imagine déjà en dehors de la prison de Le Port pour s'embarquer vers l'Angleterre. يعني كيتخيل راسو يعني بالفعل أنه خارج السجن في الميناء باش يمشي يعني يبحر لإنجلترا. Mais voilà qu'un gendarme vient demander son passeport. ولكن كيجي واحد يعني واحد الشرطي اللي كيطلب منه جواز السفر. نقطتان، لو غيف اي بريزي يعني تحطم الحلم، يعني كان كيحلم انه خرج من السجن. شابيتر 18 ا 6 اور دو ماتان، يعني في السادسه صباحا، لو غيشيتي اونتر دون لو كاشو اي سانتيروج لو كونداني سور سكيل ديزير مونجي. يعني هذا السجان دخل الزنزانة ديال هاد السجين وكيسولو على شنو باغي ياكل او يتناول في الوجبة. شابيتر 19 لو غيشيتي سو في سويفر باغ لو ديريكتور دو لا بريزون، يعني هاد السجان كيتبعو المدير ديال السجن. كي فيا روندغ فيزيت او كونداني اوسي، يعني هاد المدير ديال السجن اللي جا حتى هو باش يزور هاد السجين ايضا. سو ديغني اي اوسي جونتي افيك لو بريزوني، يعني هاد الاخير اللي هو مدير السجن حتى هو لطيف مع السجين. اي ساسور دونك كيفيكتيفمون سي لو جور دو سون اكزيكيوسيون، يعني كيتاكد على انه بالفعل اليوم ان ديك اليوم هو يوم الاعدام ديال هاد السجين. نمشيو لاخر شابيتر فهاد لا فيديو هادي اللي هو لو شابيتر 20. تيريفيي ايل بونس ا سون سيرفيون اي سورتو ا لا مور كيل تروف بارتو، يعني مرعوب كيفكر في المشرف ديالو يعني السجان ديالو، وخاصه كيفكر ايضا في الموت اللي كيلقاه في كل مكان، يعني في الجدران ديال الزنزانه الى اخره. اذا هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذه ان شاء الله. باقي غادي نديروا يعني تلخيص ديال لي شابيتر اللي بقاو حتى نكملوا جميع الفصول اللي كاينين في هذه الروايه. شكرا على المتابعه ديالكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.